تستضيف مؤسسة شارقة للفنون 5 معارض للفنانين أنا بوغجان، فنانة كندية أرمنية، والفنان لطيف العاني، مصور عراقي. والمعرض يركز على صور من بغداد في فترة الخمسينيات والستينيات، والفنانة زينب سديرة، فنانة فرنسية ألجيرية، والفنان محمد أحمد إبراهيم، فنان إماراتي، بالإضافة إلى معرض من مقتنيات المؤسسة بعنوان تدابير مجدية. لقاء مارس في دورته 11 ينطلق في يوم 17 مارس ويستمر إلى 19 مارس في دار الندوة، وهو محاولة لسبر مفاهيم جديدة على مدار 3 أيام يشارك فيها حوالي 30 متحدثا ما بين قيمين ونقاد وفنانين. هم في موعد على أهبة لقاء مارس لسبر مفهوم المقاومة، لكن بمنظور جديد له علاقة في البحث عن الجدوى في خارج مسألة المواجهة، كيف يمكن أن نعيد صياغة حياتنا.